ولكن في النظر لحسابك يتأكد عندنا انطباع أن عندك حنين أصيل جدا إلى الماضي، يعني هذه صحيح. النوستالجيا صحيح. وأنت في نفس الوقت تتحدث إلى الشباب أو تستمع من الشباب دعنا نقول، لأن أنا عندي إحساس كتبت عنه مرة مقال أو اثنين أن النوستالجيا لم تعد حالة نفسية لما أصبحت ضرورة، يعني الواحد من في عمره يذهب إليها مضطرا حتى يبتعد عن مشاكل المعاصرة، لأن كتير أو مشاكل بتبقى ساعات أحيانا تكون تافهة وتضيع وقتك. فلما تيجي يعني وأنا جاي مثلا النهاردة، أنا كنت ساكن هنا، كنت أسكن في هذا المكان قدام القصر في شارع طومان باي من 74 وبعدين حدائق القبة ل 79، خمس سنين أو 78، أربع سنين ساكن أو خمس سنين، ما جيتش من ساعتها المكان ده بعد ما عزلت مشيت يعني. وأنا جاي كادت الدموع تنزل لأن لقيت دنيا تانية، زحام تاني. كنت أمشي ساعة 10 بالليل ألاقي واحد ماشي في شارع الملك أو اثنين، يعني دلوقتي خلاص والعمارات عليت جدا والدنيا اتغيرت خالص، لأن كانت القاهرة ساعتها 2 مليون النهاردة 22 مليون 25 مليون. فهنا أنا لما افتكر الأيام دي أكتب عنها وأنا مرتاح، فكتبت مثلا رواية هنا القاهرة كلها عن الأيام دي كلها عن الخمس سنين دول وهكذا. فالنوستالجيا بتديني أمل أن أنا أكتب عن أشياء جميلة ضاعت يعني.